كيف أن هذا الرب العظيم يفرح بتوبة عبده؟ والله هو الغني، والله هو القوي، والله هو الكبير المتعال، وأنت العبد الضعيف الحقير الذليل الذي تجرأت على ربك، ثم عندما تعصيه وتتوب إليه فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم المعبر عن هذا الاستقبال الرباني للعبد المؤمن، يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، رجل في صحراء قاحلة في يوم شديد الحر، صحراء ليس فيها أحد، ليس فيها شيء يدل على الحياة إلا ما معه وما على دابته، ذلك الطعام والماء. قال: فاضطجع على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه، هربت الدابة، وعليها طعامه وشرابه. إذن ما هي حالته؟ تيقن بالنجاة أو الهلاك؟ تيقن بالهلاك والموت. قال: فأيس منها، بحث، حاول أن يدركها ما استطاع. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته أن يدركها. قال: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، قام مسرعا ومسك بها خوفا من أن تهرب مرة أخرى، ثم من شدة الفرح قال: أنت عبدي وأنا ربك. يقول لربه عز وجل، أخطأ، يقول سلم، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا على حصول دابته.